خليني اسال اسالكم الاول على كوت ديفوار ومنتخب مصر، هل استفاد من وجوده في هذه البطوله يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني بصراحه يعني سؤال جميل يا كابتن اسلام. احنا ما جيناش في البطوله دي بلغه الكوره، يعني انا هتكلم النهارده بخاطر طبعا الشعب المصري والكوراجي. احنا بلغه الكوره ما جيناش، يعني في اوقات كده بنقول لما ما رحناش. ايوه، فبطوله غريبه جدا بالنسبه لنا بصراحه، يعني اتصدمنا من خلال الاعداد النفسي والبدني والمهاري والتكتيكي اللي حضرناه مع مستر فيتوريا، والمباراه الحبيه اللي قضيناها معاه، ومباراه الجزائر ثم مباراه تونس، وبدانا نتبشر كده ان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه فعلا عندنا من الطموح وعندنا من الاصرار ان احنا فعلا نجني ثمار هذه البطوله. صحيح. وبعدين سبحان الله يا كابتن اسلام اتفاجئنا، يعني بعد الدوافع اللي حصلت من كل المنظومه الرياضيه، من جهه السياديه لوزير الشباب لاتحاد الكوره لجميع الانديه اللي سندت الشعب المصري ال 110 مليون اللي كانوا ورا منتخب مصر، وبعدين انطلقنا على كاس الامم الافريقيه اللي موجوده في ساحل العاج. نعم. الغريب بقى كابتن اسلام في هذه البطوله ان احنا فوجئنا، مش عايزين نقول الصغيرين اللي هم احرجوا كبار، بعض الفرق المنتخبات الافريقيه اللي يعني ما كانتش ليها خبره وغير المصنفين موجوده. صحيح. على الساحه بدات تظهر بانياب انياب قاتله، قوه وسرعه ومهاره ولياقه. وتفاجئنا كابتن عصام، كابتن خالد، كابتن اسلام حشيش بفرق يعني ما كانتش على الخريطه بالنسبه للتصنيف او كره القدم، لكن احرجت الكبار اللي كانوا مصنفين. كل الناس كانت متخيله ان الثمانيه الكبار اللي جايين واحده منهم هتبدا تجني هذا الثمار. اتفاجئنا بالفرقه الصغيره احرجت الفرقه الكبيره، وخصوصا كمان شمال افريقيا اللي احنا كلنا اتفاجئنا من المغرب والجزائر وتونس ومصر بالخروج المبكر. صحيح. والساحه المنتخبات العربيه كلها والساحه فضيت بشكل كبير. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ننسى البطوله دي بايجابياتها بسلبياتها بالنسبه لنا احنا كمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله احنا يعني عندنا ثقه في الجديد اللي جاي بقياده الكابتن حسام حسن اللي تنبأ خالد هنا. انا فاكر كابتن اسلام الاسبوع اللي فات وقال حسام حسن هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر. صحيح. بنحييك يا كابتن خالد على كابتن ماهر، ربنا يكرمك. كابتن حشيش، يعني بطوله مهمه، خلينا نبص للنظره الايجابيه بقى بشكل عام على البطوله الافريقيه، بطوله افريقيا. اعتقد ان المنتخبات الصغيره فنيا يعني